إذاعة إم راديو تقدم فقرة من الأبراج، إعداد وتقديم باتريسيا مفوض. مرحبا. اليوم الفلك ينصحنا بالتصرف بذكاء وعدم تصديق كل ما نسمعه وعدم وضع ثقتنا بأي أحد. مستمعينا من تابع فقرة الأبراج عبر إذاعة أم راديو. برج الحمل، كثرة مسؤولياتك تجعلك عصبياً، فلا تجعل ضيقك يؤثر عليك ولا تفقد صبرك، يجب أن تهدأ قليلاً وأن تبتعد. مهنياً، عراقيل تفاقم وضعك المهني، تنهار أمامها وتجد نفسك عاجزاً عن مواجهتها بسبب إهمالك المتمادي في ملاحقة أهم القضايا المهمة. عاطفياً، من المحتمل أن المتزوجين سيواجهون تعقيدات متشابكة مع شركائهم. صحياً برج الحمل، النصيحة الأهم بالنسبة لك هي التأكد من توافق مواعيد النوم والاستيقاظ. منكمل مع برج الثور، يوم مشرق تأتيك دفعات من الطاقة الإيجابية في أوقات مختلفة، أنت تحرك الأمور من حولك وتسيطر على من يهمك، وربما تكتشف قدرات جديدة تستعملها في مكانها المناسب. مهنياً، تعيش يوماً إيجابياً مع وجود القمر في الحوت، ستلتقي الصديق الذي يحمل إليك أخباراً طيبة وستطال الإيجابيات مختلف الأصعدة في حياتك. عاطفياً، طباع الشريك الحادة ربما زادت عن حدها، يستحسن أن تتدارك الموضوع قبل تفاقمه. صحياً برج الثور، تنزع من رأسك فكرة إنك مصاب بمرض خطير وتنطلق في مسار جديد شعاره الصحة أولاً. منكمل مع برج الجوزاء، ناقش أمورك بهدوء بدون أن تظلم من حولك ودون سماع أقوالهم ودفاعهم عن أنفسهم، وقد تؤثر الأمور العملية على أمورك العائلية والشخصية، فتبدو عصبياً قلقاً مستعجلاً الحلول. مهنياً، جهز الملفات والمعطيات للدرس الشامل لتبدأ بتنفيذ المشاريع وورش العمل المقررة. عاطفياً، تكترث لأمر الحبيب وتضع مصالحك الشخصية جانباً لتخصص له المزيد من الوقت والاهتمام، وأنت الرابح فيما تقوم به. صحياً برج الجوزاء، الوضع الجسدي معرض لأكثر من خطر ولا بد أن تكون مستعد لأي شيء. ننتقل لبرج السرطان، تتقدم اليوم بسرعة وتحتاج إلى أشخاص يدخلون المرح والتسلية إلى يومك، لذلك أنصحك بالتقرب من أصدقائك. مهنياً، تحصل على أموال غير منتظرة وتبتعد عن كل أنواع المشاكسات والتحديات وتكون متحفظاً جداً. عاطفياً، تعزيز العلاقة العاطفية ضروري جداً، وهو يرفع منسوب الثقة بينك وبين الشريك. صحياً برج السرطان، صحتك معرضة للإجهاد أو ربما تنتابك إصابة غير مباشرة في وقت متأخر. ننتقل لبرج الخامس الأسد، من المهم أن تعمل على إضافة كل هذه الانتقالات الجديدة بطريقة آمنة ومريحة. سوف تمر بساعات لا تنسى من التناغم والتضامن، وهذا قد يلطف الأوقات الصعبة. مهنياً، لقاء عمل يكون ناجحاً جداً ويعطيك فرصة كنت بانتظارها منذ زمن لتنفيذ أحد مشاريعك. عاطفياً، ربما يتعلق بك بعضهم ويلاحقونك، في حين تهتم بأشخاص آخرين يختفون عن الأنظار أو يتحفظون. صحياً برج الأسد، التوقعات كلها تؤكد على استمرار التحسن الصحي بالنسبة للأغلبية. ننتقل لبرج العذراء، أستطيع هي كلمة جميلة تلزمك هذا الشهر للاستفادة من حظوظك القصوى، فالإيمان بقوة الكلمة وفعاليتها وسيلة للإيمان بقدرتك على تحقيق أهدافك، فالحواجز لا وجود لها،
وعندما تدرك هذا ستحقق ما تريد متجاوزاً العراقيل. مهنياً ربما يكون الحل الأمثل هو التوقف عند الاهتمام بكل تلك الأشياء غير المهمة وتعلق آمالاً كبيرة على مشاريعك المستقبلية التي يمكن أن تغير مجرى حياتك. عاطفياً، إذا لم تكن مرتبطاً فقد يدق بابك حب جديد، كن مستعداً لاستقباله بحفاوة. صحياً برج العذراء، مشكلة عائلية تطل هذا اليوم ويمكن أن توتر الأجواء وتزيد الضغوط عليك. وصلنا لبرج السابع الميزان. بالتناسب مع كل ما يحدث فإنك ستتمكن من اختيار النقاط التي تضمن لك الراحة، فتكتشف أموراً كنت قد أغرقت نفسك فيها كنت تظنها مهمة. مهنياً، تعيش يوماً جيداً، تكون بأمان وبإمكانك تطوير العلاقة والذهاب بها نحو مستويات عالية من الثبات والثقة. عاطفياً، اهتمامك المتزايد ببعض التفاصيل المهمة يدفع الشريك إلى منحك مزيداً من الثقة وحرية التحرك. صحياً برج الميزان، ربما يكون الحل الأمثل هو الانتقال إلى حمية غذائية مختلفة تماماً عن السابق. برج العقرب، أنت متمسك بأصدقائك وبعائلتك وتبذل الكثير من الجهود للحصول على تفاهم أو انسجام في محيطك، وقد منحتك الشمس الدافئة الكثير من الإشراق والثقة بالنفس والرغبة في التجديد. مهنياً، مسألة مهنية تجعلك متوتراً بعض الشيء، إلا أن الأمور تنجلي قريباً ويعود كل شيء إلى طبيعته. عاطفياً، تتحكم فيك أمور كثيرة فتتخلص منها ولن تدعها تعرقل حياتك العاطفية أو تسبب لك بعض المشاكل. صحياً برج العقرب، الصحة الجسدية في أفضل أحوالها، لكن عليك ألا تجهد نفسك أكثر من المعقول. برج القوس، علامات النجوم لها بوادر مختلفة وهناك فرص تأتي وتذهب، قد تصبح الأمور مهتزة، تصطدم بمن تحب لعدم رضاك عن أدائه أو عن تصرفاته، وربما السبب نزاعات أو تأجيل أو عراقيل. مهنياً، عالج كل المسائل المهنية التي تعترضك بوعي وحكمة لأنك تحصد قريباً نتائج باهرة. عاطفياً، تعيش مع الحبيب يوماً يسوده الوفاق التام بعدما تصرحتما بحقيقة شعور أحدكما تجاه الآخر. صحياً برج القوس، مهما حاولت للتخلص من السمنة من دون اتباع حمية أو ممارسة الرياضة فلن تحصل على النتيجة المرجوة. برج الجدي، يوم مريح على أكثر من ناحية وتبرز مساحات آمنة بإمكانها توفير الراحة لك، استقرار عائلي يسعدك وتشجيع ممن حولك وتعاطف، وهذا ما يجب أن تعتمد عليه لتصل إلى التوازن المطلوب في حياتك. مهنياً، حضورك لافت ولا بد من أن تحقق إنجازات مهمة، لكن لا تضيع الوقت بالأحلام بل كن واقعياً ورتب أولوياتك. عاطفياً، مزيد من العراقيل في طريق تصحيح العلاقة بالشريك، لكن الإرادة موجودة وهذا مهم للمحاولة مجدداً فلا تيأس. صحياً برج الجدي، الصحة النفسية ستكون عرضة للضغوط المتتالية بطريقة ستسبب لك الضيق. برج الدلو، أنت تفرح لدعم خارجي وللمدح الذي يرافقك، وأنت تعبر عن نفسك بطريقة جيدة ومؤثرة، وقد تدافع عن حقوق من حولك. تبدأ خطوات جديدة تحمل قلقاً وجهداً، ولكن الأمور بنهايتها والحظوظ مساعدة في الأيام القادمة. مهنياً، هناك تتبعات غير واضحة ومن الممكن أن يكون تخطيطك لهذه الأزمة خير كبير. عاطفياً، يوم مناسب للقيام بعمل يتطلب تعاوناً مع الشريك،
فهو على أتم الاستعداد للتعاون وتقديم كل ما يلزم. صحياً برج الدلو، حافظ على واقعيتك وابحث وضعاً صحياً بطريقة ذكية وحكيمة ومنطقية، لا تتصرف بعناد وتشبث. برج الحوت، تتمتع بقدر كبير من الحظ وباستطاعتك التفرغ لأمور مهمة تجاهلتها في السابق، قد يكون لذلك تأثيراً إيجابياً على ثقتك بذاتك. مهنياً، تتشجع على اقتحام المجهول بدون خوف أو تردد، تحت تأثير القمر من برجك تبدو الظروف أفضل وتكون أنت بدورك قادراً على فرض شروطك بنفسك. عاطفياً، ابتعد عن الشكوك والأوهام تجاه الشريك، لأن أي خطوة ناقصة في هذا الإطار قد تؤدي إلى الكثير من المشاكل. صحياً برج الحوت، يوم آخر ليس على مزاجك، فأنت عصبي وعلى أقل كلمة تفتعل مشكلة، حاول الهدوء. مستمعينا، هذه كانت كل معلوماتنا لليوم من عالم الفلك. دايماً تابعوني عبر إذاعة أمن راديو.